خلونا أكلمكم عن جمعية جميلة قوي اسمها حماة المستقبل. الجمعية دي من أكتر الأماكن اللي ممكن تلاقي فيها خير ونشاطات ومليون حاجة ممكن تعملها عشان تشعر بالسعادة جواك وكمان ترضي ربنا. وعلشان سعادة الناس من أكتر الحاجات اللي بتسعد القلب، ممكن ننزل معاهم في قوافل الملابس وجسمك يأشعر لما يبتسم لك الولد الصغير ده من فرحته، أو الحج ده لما يدعي لك زي ابنه، أو ممكن نذاكر للولد اليتيم ده زي أخونا الصغير بالظبط ونكسب أعظم جايزة في الجنة وهي صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. الجمعية بفضل الله بتكفل 200 أسرة يتيم شهريا وبتضمن له مصاريفه واحتياجاته وبتاخد بالها من حياته كلها. أو ممكن نشترك في برنامج دوائر ونشتغل مع أحلى شباب في مشروع حماة الوعي اللي علم وأرشد لحد دلوقتي مش هتصدق 62 ألف طالب في جامعات مصر كلها. إزاي يكون للحياة قيمة؟ وإزاي الواحد يختار صاحبه؟ وإزاي يخطط لحياته؟ أو ممكن لو زهقنا من الشغل نقلش على أنس شوية، أو حتى نخرج مع بعض ونحس بمعنى الصحبة الصالحة والممتعة في نفس الوقت. ويا سلام لو نزور الأحياء الفقيرة ونشوف احتياجاتهم إيه. مفيش أجمل من ابتسامة وترحيب الناس الجميلة دول بيك، كأنك مبعوت لهم من السماء. الجمعية بتوفر 29 ألف وجبة سنويا زائد مساعدات شهرية وفورية لكتير من الأسر المحتاجة. وما حكيت لكمش بقى على مشاريع توصيل المية. يا لما وصلنا المية لبيت واحدة ست عجوزة قد جدتي وفرحت جدا انها اخيرا هتعرف تتوضى وتصلي في بيتها، الجمعية الحمد لله قطعت شوط كبير قوي في مشروع المية على مستوى الجمهورية كلها وخدمت 360 ألف واحد. يا ترى كل واحد اشترك معانا خد ثواب قد ايه؟ ربنا يتقبل. أو ممكن يا سيدي بقى لو زهقنا من الشغل تاني نحضر سوا الندوات أو الصالون الثقافي أو المحاضرات اللي ما تتعوضش. حماة المستقبل معايا أنا شخصيا إن أنا تعرفت على أهل اسكندرية ودخلت اسكندرية وياما اتنظمت ندوات كان بسبب فيها حماة المستقبل. أو لو مش عايزين نعمل كل ده ممكن ننزل حملات المدارس أو نشترك في المصنوعات أو نشارك في أي عمل خير تاني من مئات الأنشطة في الجمعية. بص يا شباب، احنا محتاجين نعمل حاجة نقاوم الإحباط الموجود في المجتمع وننشر بيها التفاعل والمسؤولين. يا أخي سبحان الله، مسؤولية كبيرة أننا نكون من خير أمة، أمة محمد. يا ترى احنا مستعدين نشوف النبي؟ طب لو شفناه هنقول له إيه؟ الله على الجمال ده كله. الجمعية دي فيها روح مميزة وحلوة كده ما حسيتهاش قبل كده. تحس انك محتاج الصحبة دي قوي والخير ده قوي. طيب انت ممكن تشارك معنا ازاي؟ انا اقولك ازاي. فلوس طبعا، دعم الفلوس خير كبير، بس دي اقل حاجة ممكن تشارك بيها. تصور مجرد انك تروح وتاخد بالك من تربية يتيم يبقى انت كده دعمتهم. مجرد انك تشارك بافكارك في حملة حماة الوعي الجاية يبقى انت كده دعمتهم. لو ساعدت في مشاريع المية او التعليم او حتى بس رحت عشان تعرف صديق جديد يبقى برضو دعمتهم. وتقدر تنور الجمعية في اي وقت. ادي عنواننا ورقم تليفوننا وحسابنا على الفيسبوك. انت بس نورنا والباقي علينا.